بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني التلميذات والتلاميذ، نواصل دروسنا في مادة الفقه والأصول، والآن مع أنشطة الدعم وتقوية. والمادة المستهدفة من خلال هذه الحصة هي مادة الأصول. إذن فلنبدأ بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. سورة التوبة الآية 134. بالنسبة للسؤال الأول، تضمنت الآية الكريمة حكمين شرعيين منسوخين، حددهما واذكر الحكمين الناسخين لهما. الحكمين الشرعيين المنسوخين هما عدة المتوفى عنها زوجها ونفقتها، العدة والنفقة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فكانت العدة أولا عاما كاملا، ثم نسخت هذه العدة إلى 4 أشهر و10 أيام. ثم كذلك نفقتها كانت نفقة عام، ثم نسخت النفقة بتحديد فرض لها في تركة الهالك، وهي الربع أو الثمن حسب الأحوال. واذكر الحكمين الناسخين لهما. إذن الحكمين الناسخين: نسخ العدة من عام إلى 4 أشهر و10 أيام، ثم نسخ نفقة عام إلى تحديد نصيب لها في التركة كما قلنا. نمر إلى السؤال الثاني: علل لماذا لا يقبل النسخ النص الآتي؟ قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سورة النساء الآية 58. إذن لماذا لا يقبل النسخ النص الذي قرأناه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكتتم للآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والجواب هو: لا يقبل النسخ لهذا النص لأنه أمر بالأمانة. إذن لأنه يتحدث عن الأمانة، والأمانة من فضائل الأخلاق، والأخلاق لا نسخ فيها، وكذلك الحكم بالعدل لا نسخ فيه لأنه يتعلق بالأخلاق، وإنما النسخ يكون في الأحكام الشرعية، سواء تعلق الأمر بالعادات أو العبادات. السؤال الثالث: حدد مفهوم التعارض في اصطلاح الأصوليين. حدد مفهوم التعارض في اصطلاح الأصوليين. والجواب هو:
التعارض هو التمانع بين دليلين شرعيين بحيث يقتضي أحدهما عكس ما يقتضيه الآخر، إذن مما يستوجب معه نسخ أحدهما بالآخر، والناسخ يكون متأخرا زمنا عن المنسوخ. السؤال الرابع: لماذا يعد علماء الأصول النص الناهي مرجحا على النص الآمر عند التعارض؟ الجواب: لأن النهي درء للمفسدة، والأمر جلب للمصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما يرى علماء الأصول. إذن فالنهي درء بمعنى دفع، والأمر إذن فالنهي درء للمفسدة والأمر جلب للمصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. السؤال الخامس: أذكر أحوال النص من حيث القطعية والظنية. أذكر أحوال النص من حيث القطعية والظنية. والجواب: أن يكون النص قطعي الثبوت والدلالة، وهذا لا يتصور في الغالب إلا في القرآن الكريم، أن يكون النص قطعي الثبوت بمعنى ورد إلينا عن طريق التواتر، وهو الذي يرويه جمع عن جمع من مبتدأ الإسناد إلى منتهاه، وقطعي الدلالة بمعنى لا يحتمل غير معنى. قلنا أن يكون النص، ثم أن يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، ثم أن يكون النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وآخرا أن يكون النص ظني الثبوت والدلالة. وحينما نقول الاجتهاد، فالاجتهاد تابع دائما للظنية وليس للقطعية. السؤال السادس: بين لماذا يشترط في المجتهد أن يكون محيطاً بعلوم اللسان العربي؟ بين لماذا يشترط في المجتهد أن يكون محيطاً بعلوم اللسان العربي؟ والجواب: لأن نصوص الشريعة سواء كانت قرآناً أو حديثاً نبوياً شريفاً وردت بلسان العرب، فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي والإحاطة بأساليبه. السؤال السابع: أبرز بما يتميز النسخ عن البيان. أبرز بما يتميز النسخ عن البيان. الجواب: النسخ يكون فيه الدليل الناسخ متأخرا عن المنسوخ،
أما البيان فيكون الدليلان معا متزامنين، بمعنى يكون لدينا بيان ومبين. أما إن اختلف زمنا فيكون لدينا ناسخ ومنسوخ. السؤال الثامن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، رواه مسلم. توضأوا مما مست النار، رواه مسلم. حدد المقصد الشرعي من إيجاب الوضوء مما مست النار في أول الإسلام، يعني لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين أول الإسلام بالوضوء مما مست النار؟ ما العلة في ذلك؟ والجواب هو تعويد المسلمين على التنظيف، ذلك أن العرب قد ألفوا في الجاهلية ترك التنظيف بعد الأكل، فأمر المسلمين أولا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أولا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في عاداتهم وشاعت بينهم نسخ ذلك، يعني قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقد كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلى ولم يتوضأ بعدما كان قد أكل مما مست النار. السؤال التاسع، قدم ردا على الاعتراض القائل النسخ إلى بدل أشد معارض لما شرع له النسخ من التخفيف والرحمة والرفق بالمكلف. قدم ردا على الاعتراض القائل النسخ إلى بدل أشد، بمعنى أثقل، هو معارض لما شرع له النسخ من التخفيف والرحمة والرفق بالمكلف، ونعني بذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. والجواب هو يجاب على هذا الاعتراض بأن النسخ إلى الأثقل والأشد فالرحمة فيه تظهر من خلال مضاعفة الأجر والثواب ورفع الدرجات، وذلك بالصبر وامتثال الأمر الإلهي. السؤال العاشر، لم يكن التلفيق الفقهي موجوداً في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه، ويرى البعض أن ما كان سارياً في عصر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين من أن المرأة كان يستفتي بعضهم في مسألة ثم يستفتي غيره في أخرى
لا يقال له تلفيق، لأنه من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بالنسبة لهذا المستفتي تداخلاً طبيعياً غير مقصود. ولم ينقل عن أحدهم أنه قال لمستفتيه: يجب عليك مراعاة أحكام مذهب من قلدته أولاً، لئن لا تلفق بين مذهبين فأكثر. ولم يظهر مصطلح التلفيق الفقهي في كتب الفقه المختلفة إلا في القرن الخامس الهجري. التلفيق الفقهي بين الرفض والقبول لجابر عبد الهادي سالم، الصفحة 31 بتصرف. الأسئلة المتعلقة بالنص: السؤال الأول، حدد القضية التي يتناولها النص. حدد القضية التي يتناولها النص. الجواب: القضية التي يتناولها النص هي التلفيق الفقهي. التلفيق الفقهي. السؤال الثاني، عرف التلفيق اصطلاحا. الجواب: التلفيق اصطلاحا هو أن يتتبع المقلد الرخص بإطلاق، بحيث يختار الأحكام الأكثر سهولة عليه من بين المذاهب وأقربها إلى هواه، فيأخذ في القضية الواحدة ذات الأركان أو الجزئيات بقولين أو أكثر كي يصل إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد ولم يقل بها أحد من العلماء. فهذا هو التعريف الاصطلاحي للتلفيق، وهو على رأي الجمهور منهي عنه. لماذا؟ لما فيه من اتباع الأهواء. السؤال الموالي، علل عدم اعتبار تعدد الفتيا زمن سلف الصالح تلفيقا. والجواب هو: لا يعتبر تعدد الفتيا زمن السلف الصالح تلفيقا، لأنه من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بالنسبة لهذا المستفتي تداخلا طبيعيا غير مقصود. السؤال التالي، مثل للتلفيق من الأحوال شخصية. مثل للتلفيق من الأحوال شخصية. والجواب هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً ثم تتزوج بقاصر بهدف تحليلها تقليدا للإمام الشافعي رضي الله عنه، فيدخل بها القاصر ثم يطلقها مع عدم وجوب العدة عليها
تقليدا للإمام أحمد. إذن لنرى كيف تتداخل المذاهب عند هذا الملفق. إذن خلط بين مذهبين في موضوع واحد، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. وهكذا تصبح الزوجة المطلقة من القاصر مباحة الزواج لمطلقها ثلاثا، وهذا لم يقل به الشافعي ولم يقل به أحمد ولم يقل به أحد من العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.